رقم 17 بيسأل عن سيركل اوف ويلز. سيركل اوف ويلز دي عبارة عن مجموعة من الارتريز، فهو طالب مني اقول له مين الارتريز اللي بتشارك في تكوين السيركل اوف ويلز، وبرضو طالب مني السايت مكان السيركل اوف ويلز دي فين في جسم الانسان. سيركل اوف ويلز عبارة عن صفحة في الكتاب، هو طالب مني السايت بتاعها وهو ده اول نقطة، وبعد كده الارتريز اللي بتشارك في تكوينها، وهي دي الباقي لحد هنا. تحت بقى في نوتس عن السيركل اوف ويلز، بس هو طالب مني السايت والارتريز اللي بتشارك في تكوينها، ما طلبش مني هذه النوتس، فاحنا هنقول المطلوب بس. اولا السايت اوف سيركل اوف ويلز، انا كده انتيرير فيو شلت جمجمة عشان اشوف البرين. فين بقى السيركل اوف ويلز؟ فين مجموعة الارتريز اللي احنا عمالين بنتكلم عنها؟ لو جينا عند البيز اوف ذا برين، يعني البرين بس الانفيرير اسبكت منه، بيز اوف ذا برين، حبيت اشوفه هلاقي، واقرب كده هلاقي ان في مجموعة من الارتريز اهي، هي دي السيركل اوف ويلز، يعني هي موجودة عند البيز اوف ذا برين. بس خدت بالك من حاجة مهمة، دي الديورا ماتر، لو شلتها هتبان لي السيركل اوف ويلز كويس. عارف ده معناه ايه؟ ان السيركل اوف ويلز موجوده في المساحه اللي بيبقى فيها سيريبرو سباينال فلويد، مش الاغشيه اللي بتحوط البرين والسباينال كورد، كان من بره لجوه. ديورا ماتر، اراكنويد ماتر، باي ماتر، كان في بقى تحت الاراكنويد في سب اراكنويد سبيس ماشي فيها السيريبرو سباينال فلويد. بالتحديد بقى السيركل اوف ويلز موجوده في السب اراكنويد سبيس، بس انا مش هكتب له انها موجوده في السيريبرو في السب اراكنويد سبيس، اكتب له حاجه تانية، او هكتب له هي موجوده في اني حته بالظبط من السب اراكنويد سبيس، هتبان لي في صوره تانية. بس عايزه استغل فرصه حاجه هنا، ان احنا كده عرفنا السيركل اوف ويلز في السب اراكنويد سبيس، صح؟ السيركل اوف ويلز دي مكان بيحصل كتير فيها انيوريزم، الارتريز بتنفخ فيها، ممكن يحصل فيها الارتر اللي تفرقع ويحصل فيها هيموريدج. في الباثولوجي كان بيقولي هذا الهيموريدج اللي بيحصل نتيجه فرقعه الانيوريزم في سيركل اوف ويلز كان اسمه سب اراكنويد هيموريدج، ان احنا اقتنعنا دلوقتي ان السيركل اوف ويلز في سب اراكنويد سبيس. فاني حته بقى من سب اراكنويد سبيس، عشان هو مش كاتب في الاناتومي، مش كاتب سب اراكنويد سبيس، كاتب لي محدد اكتر. يعني احنا قلنا ان هي موجوده في عند البيز اوف ذا برين، تمام؟ يعني برين من تحت. طيب لو جيت بقى اخد ساجيتال سيكشن ونشوف حكايه السيريبرو سباينال فلويد والبايومتر والديوراماتر والسب اراكنويد سبيس وكده، هتظهر لي هذه الصورة. دي واخدة ساجيتال سيكشن، ادي قدام وادي ورا، سيربيلم اهو، وادي البرين ستيم عبارة عن ميد برين بونس مضلة. شايف من بره، نبص من بره، هو مش هقول لي دي مين؟ دي ديورا ماتر، تحتيها الاراكنويد ماتر، ودي الساب اراكنويد سبيس، البايوماتر لازق على السباينال كورد والبرين مباشرة، فالسبيس دي هي الساب اراكنويد سبيس. وانا اكتب له في الامتحان ان سيركل اوف ويلز موجوده في السب اراكنويد سبيس، لا، في حته معينه من السب اراكنويد سبيس، الحته دي قدام الميد برين، ده الميد برين، ده البونس، ده المضله، الحته اللي قدام الميد برين اسمها انتر بيدانكيلر سيسترن. سيسترن يعني بوكس. امال ليه انتر بيدانكيلر دي؟ عشان الميد برين بيبقى طالع منه حزمتين من الفايبرز داخلين السيريبرم، فكنت بسميهم اتنين سيريبرال بيدانكلز. اما في حالة السيريبيلم كنا احنا قبل كده قايلين برضو بس سيريبيلر بيدانكلز، ماشي؟ فالسيريبيلم ليه علاقة بتلاتة سيريبيلر بيدانكلز، اما الميد برين طالع منه اتنين سيريبرال بيدانكلز، هنشوفهم في صورة احسن من دي. الاتنين سيريبرال بيدانكلز، فهذه السيسترن او المساحه
بتبقى موجودة بين الاتنين بدونكلز بتوع الميد برين. انا شايف الميد برين اهو تمام. طيب سيسترن موجودة ما بين الاتنين بدونكلز بتوع الميد برين، يبقى اسمها انتر بيدونكلر سيسترن. السيسترن هي جزء من السب اراكنويد سبيس، المساحة اللي انا شايفاها وماشي. بصي بص شايف العامل الاسهم بتاعت اتجاه السيريبرو سباينال فلويد، يبقى السب الانتر بيدونكلر سيسترن دي مساحة معينة ماشي فيها السيريبرو سباينال فلويد. عندي برضو حاجة تانية بس اسمها انتر بيدونكلر فصة. الانتر بيدونكلر فصة مش مساحة ماشي فيها السيريبرو سباينال فلويد، لا دي هنبقى نشوفها بصورة احسن من دي. بس عايزة بس افرق بين الانتر بيدونكلر سيستم، يبقى انا بتكلم عن جزء من سب اراكنويد سبيس. اما الانتر بيدونكلر فصة فهي ايه؟ بص ده السيريبيلم، دي المدلة وبلونجاتا، ده البونز، ودول الاتنين بيدونكلز بتوع الميد برين. ده كده سيريبرال بيدونكل وده كمان سيريبرال بيدونكل، وانا كده شايفة الميد برين. بين الاثنين سيريبرال بيدونكلز هلاقي الانتر بيدونكلر فصة ماشي. انا عايزة ايه من الانتر بيدونكلر فصة؟ هو بقى بيقول لي ان السيركل اوف ويلز قاعدة مش عارفة يعني ايه في جيرة الانتر بيدونكلر فصة، جارتها ازاي يعني؟ يمكن قدامها، يمكن يقصد قدامها، لان هي السيركل اوف ويلز هنا في الانتر بيدونكلر سيستم، والانتر بيدونكلر سيستم قدام الميد برين. طب ما الانتر بيدونكلر فصة اهو، وده الميد برين كله، دي السيريبرال بيدونكلز بتاع الميد برين، يبقى تقريبا قصده انها قدام الانتر بيدونكلر فصة. تمام تمام. بعد كده كتب لك جملة around the region of the hypothalamus. اقول لك على حاجة، هذه الانتر بيدونكلر فصة فيها فيتشرز معينة، شايف دي ودي، دول الاوبتيك كازما على فكرة. وشايف هذا الستوك المقطوع، ده الستوك اللي معلق البيتيوتري جلاند. مش احنا كنا واخدين ان لما بيحصل تيومرز في البيتيوتري جلاند الاوبتيك كازما بتضغط، فالناس دي بتحس ان هي كأنها بصة في انبوبة. ايوه انت ايه الموضوع ده دلوقتي؟ عايزه بس افكرك ان مادام ده الستوك يبقى المفروض البيتيوتري جلاند هنا صح. والبيتيوتري جلاند كانت دايما بتاخد اوامرها من مين؟ من الهايبوثالاموس، من الهايبوثالاموس. اذا برضو السيركل اوف ويلز بتاعتنا موجوده حوالين الريجن اوف ذا هايبوثالاموس، ولو اني مش لاقيه لها صوره كويسه ماشي، بس ممكن نجيبها بالتفكير الاناتوميكال شويه. يبقى لما يجي يسالني عن السايت اوف سيركل اوف ويلز هقول له والله سيركل اوف ويلز دي موجوده في الانتر بيدونكلر سيستم عند البيز اوف ذا برين، موجوده في النيبرهود اوف انتر بيدونكلر فصه، يعني تقريبا معناها قدام الانتر بيدونكلر فصه، موجوده في الريجن اوف الهايبوثالاموس. وغالبا كان ده الهايبوثالاموس تقريبا. المهم يعني ان ما هي دي البيتيوتري جلاند، ويبقى ده الهايبوثالاموس والسيركل اوف ويلز هنا، فتبقى السيركل اوف ويلز موجوده في الريجن اوف هايبوثالاموس. تمام كده، كده عرفنا السايت اوف سيركل اوف ويلز. ناقص لي اعرف ما دام هي عباره عن مجموعه من الارتريز، فايه الارتريز اللي بتشارك في تكوينها؟ دي حاجه بسيطه خالص، هما مجرد فين السيركل اوف ويلز. السيركل اوف ويلز انا طبعا دلوقتي ايه، ده البونز وده المدلة وده السباينال كورد وده السيريبيلوم نص منه، وادي كده ده التمبورال لوب وده الفرونتال لوب، انا كده والريفاكتوري بالب، انا كده بص على البيز اوف ذا برين. فين السيركل اوف ويلز؟ هي اللي معموله بالنقط السوداء دي، هي دي السيركل اوف ويلز. السيركل اوف ويلز ايه هي الارتريز اللي بتشارك في تكوينها؟ عندي 6 ارتريز كبار، ودول عباره عن 3 يمين و3 شمال وتلاتة أرتريز صغيرين. بالنسبة للستة أرتريز كبار فأنا عندي مين؟ ده الانترنال كاروتيد أرتري بس مقطوع، حتى احنا لو بصينا عليه من الناحية دي ده دي الانترنال كاروتيد أرتري، طالع منه 2 سيريبرال أرتريز، ادي الانتيريور سيريبرال أرتري وادي الميدل سيريبرال أرتري. مش عايزة ده في حاجة، أنا عايزة الانترنال كاروتيد أرتري اليمين والشمال مشارك الدوتد لاين معدي عليه صح، يبقى بيشارك في السيركل اوف ويلز. واني برانش من الانترنال كاروتيد ارتري هو كمان بيشارك، اني سيربرال برانش، اهو
دوتد لاين معدي على الانتيريور سيريبرال ارتري، يبقى اول اتنين من التلاتة بيرز من اللارج ارتريز اللي بيشاركوا في التكوين السيركل اوف هيرتز، الانترنال كاروتيد ارتري والبرانش بتاع الانتيريور سيريبرال ارتري. تالت بير من اللارج ارتريز هو كمان سيريبرال ارتري بس مش طالع من الانترنال كاروتيد، وده كان مين؟ كان البوستيريور سيريبرال ارتري. ده البوستيريور سيريبرال ارتري اليمين وده البوستيريور سيريبرال ارتري الشمال، زي ما احنا شايفين الدوتد لاين معدي على جزء من البوستيريور سيريبرال ارتري، يبقى البوستيريور سيريبرال ارتري اليمين والشمال بيشاركوا في تكوين السيركل اوف ويلز. يبقى مين هم الستة لارج ارتريز اللي بيشاركوا في تكوين السيركل اوف ويلز؟ الانترنال كاروتيد ارتري اليمين والشمال، الانتيريور سيريبرال ارتري اليمين والشمال، البوستيريور سيريبرال ارتري اليمين والشمال. طب دول بالنسبه لللارج ارتريز. بالنسبه للسمول ارتريز بقى مين هم؟ هم عباره عن كوميونيكيتنج ارتريز، يعني ارتريز بتوصل يمين بشمال، وهم دول السبب ان السيركل اتكونت. دي سيركل مقفوله موصله النص اليمين بالنص الشمال. فالسمول ارتريز عباره عن كوميونيكيتنج ارتريز. يعني ايه؟ يعني هلاقي من قدام عندي انتيريور كوميونيكيتنج ارتري بيوصل مين بمين. مش ده الانترنال كاروتيد؟ ده الانتيريور سيريبرال وده الميدل سيريبرال، التو سيريبرال برانشز بتوعه. يبقى ده الانتيريور سيريبرال. عندي الاثنين انتيريور سيريبرال ارتريز بيوصل بينهم يعني كوميونيكيتنج برانش، وهو ده اللي قدامي، وده الانتيريور كوميونيكيتنج ارتري. يبقى انا عندي بالنسبه للثلاثه ارتريز الصغيرين واحد قدام، هم كلهم كوميونيكيتنج، الثلاثه الصغيرين واحد قدام يبقى انتيريور كوميونيكيتنج ارتري، واتنين ورا فين دول؟ ادي واحد وادي التاني. عندي اتنين بوستيريور بقى، اذا كان ده انتيريور ده انتيريور، فدول ده وده بوستيريور كوميونيكيتنج ارتريز. هم دول الارتريز اللي كانوا محسسينك قال ايه؟ ان البوستيريور سيريبرال ارتري ارايز من الانترنال كاروتيد ارتري، لو كانوا محسسينك بكده. لكن هم مش ارايز من البوستيريور، مش هم بس بيوصلوا الانترنال كاروتيد بالبوستيريور سيريبرال ارتري اوف ذا سيم سايد، يعني بيوصلوا الانترنال كاروتيد الشمال بالبوستيريور سيريبرال ارتري الشمال. ده البوستيريور كوميونيكيتنج ارتري الشمال، بوستيريور كوميونيكيتنج ارتري اليمين. بس انا هكتب له ايه؟ هكتب له بوستيريور كوميونيكيتنج ارتري بيوصل الانترنال كاروتيد ارتري بالبوستيريور سيريبرال ارتري اوف ذا سيم سايد. طب انا عايز اشوف الدوريه كده، يعني عايز اشوفها. لو حبينا نعمل ايه؟ مين ده اللي قدام بيوصل الاثنين anterior cerebral arteries ببعض؟ ده anterior communicating artery، وده anterior cerebral artery اليمين، وده internal carotid artery اليمين، وده posterior communicating artery اليمين، وده posterior cerebral artery اليمين. انا بشاور على الاجزاء اللي بتشارك في circle of Wells. ده posterior cerebral artery الشمال، posterior communicating artery، internal carotid artery، anterior cerebral artery، وتتقفل الدايره بتاعت السيركل اوف ويلز. يبقى تاني السيركل اوف ويلز عباره عن كام artery؟ 3 او 6 large arteries، وهم مين؟ right و left internal carotid arteries، right و left anterior cerebral artery، right و left posterior cerebral arteries. دول الثلاثه الكبار. طب والتلاتة الصغيرين؟ ادي او واحد رقم واحد anterior communicating artery بيوصل anterior cerebral arteries ببعض، اتنين وتلاتة هما ان انا عندي اتنين posterior cerebral arteries بيوصلوا الانترنال carotid artery بالposterior cerebral artery of the same side.